وقسمنا وقتها قسمنا النيرفوس سيستم الى تو مين اناتوميكالي الى تو مين بارتس. البارت الاول اللي هو كان سي ان اس او سنترال نيرفوس سيستم، والبارت الثاني اللي هو البي ان اس او البريفرال نيرفوس سيستم. وقلنا بوقت السي ان اس اللي هو انكلود ذا برين سيريبرام سيريبيلم بالاضافه للسباينال كورد، واخذنا تركيبه الهيستولوجيكال ستراكشر للنيرفوس تيشو. وقلنا النيرفوس تيشو اذا يتكون لي من تو مين كومبوننت اللي هي النيورونز بالاضافه للسبورتنج سيلز، وحكينا على النيورونز والسبورتنج سيلز which occupy within the CNS. قبل شويه حزم ولاكم قال دائما موجوده بالسي ان اس within the خاصه السوما اوف ذا نيورونز within the cortex او نقدر نقول عليها الجري ماتر اوف ذا سيريبرم اند سيريبيلم اند سنترال زون واللي هي الجري ماتر اوف ذا سباينال كورد از ا مالتي بولر نيورونز بالاضافه للنيورونز. وطبعا باللايرز مالتها وعددناها اللي هي بالسيريبرم 6 لاير وبالسيريبيلم كانت 3 لايرز. بالاضافه للنيورونز واللايرز ذولا اخذنا السبورتنج سيلز within the CNS اللي هي عبارة عن الأوليغودندروسايت، الأستروسايت بأنواعها البروتوبلازميك والفايبروس أستروسايت، وأخذنا كذلك المايكروغليا والإبندايمال سيلز. هذه as a supporting cell within the CNS. وصلنا إلى المننجيز. وصلنا إلى المننجيز، والمننجيز هي protective layers of connective tissue occupy the CNS. Protective layer of connective tissue which occupy the CNS. ومن أقول هنا occupy the CNS يعني بمعنى آخر occupy the brain بالإضافة إلى spinal cord، يعني مو فقط هي موجودة حول البرين كذلك موجودة حول spinal cord. فالمننجيز هي عبارة عن protective layers of connective tissue occupy the brain لها cerebrum أو إذا كان cerebellum بالإضافة إلى spinal medulla oblongata والspinal cord. هذه occupied by layers of connective tissue. يعني هسه من هنا من اجي اقول البروتكتيف لاير ويتش بروتكت ذا برين من الخارج للداخل، يعني اول طبقه من الخارج للداخل. طبعا هنا اول طبقه تجي للسكن خارجيا السكن، بعد ذلك بعد السكن راح تجيني البوني لاملي كان اي نوع من البون او اي اسم من مسميات البون فرونتال رينيال رايتال، هذه كلها البونز اللي هو اوكيبايل. وتحت البونز عندنا هذه الثري لايرز اوف كونكتيف تيشو واللي اسميها المننجيز فاذا المننجيز هي بروتكتيف لايرز اوف كونكتيف تيشو which occupy the CNS. occupy the CNS اذا كان سيريبرام واذا كان سيريبيلم واذا كان السباينال كورد. هذه الثري لايرز هي عبارة عن الديورا ماتر والأريكنويد ميدل لاير، طبعا الأوتر لاير اللي هي الديورا ماتر واللي هي تكون ملاصقة المن هنا ملاصقة من الخارج من يعرف للعظم ديورا ماتر. نعم للعظم عافية. شنو اللي بداخل العظم؟ شنو موجود عندنا اللي يغطينا العظم من الداخل والخارج؟ بيروستيوم اندوستيوم. عافية البيريوستيوم. اذا هنا عافية عندنا البيريوستيوم اللي هي الانر، طبعا هنا يكون ملاصق ويا الديورا ماتر. اذا هنا الديورا ماتر تكون ملاصقة للعظم مثل ما قال زميلتكم واللي هو جزء من العظم اللي هي البيريوستيوم، وتكون very thick layer of dense irregular connective tissue of dense connective tissue layer. إذن الديورا ماتر هي عبارة عن dense
connective tissue layer, the outer layer, تكون adhesed to the periosteum of the bone وتكون external layer of the meninges. The second layer اللي هي عبارة عن الأريكينويد ماتر، الأريكينويد ماتر. والثيرد لاير اللي هي الفيري ثين لاير تتداخل مع السلكس والجايروس اوف ذا سيربرام وتتداخل مع كذلك الفولدز اوف ذا سيربيلام ومع الفيشرز اللي موجوده بالسباينال كورد. اذا تتداخل الى الداخل هذه البايا ماتر، وبين البايا ماتر والديورا ماتر عندنا الميدل لاير اللي هي الاريكينويد ماتر. فاذا 3 لايرز protect the brain of وثلاثتهم عبارة عن connective tissue. بس من نقول connective tissue يعني هنا أنا أعرف ال connective tissue خاصة ال connective tissue proper عندنا عدة أنواع، من ضمنها ال dense connective tissue وهذا موجود بالديورا ماتر. أما ال arachnoid matter وال bio matter فاثنيناتهم هي عبارة عن loose connective tissue، loose connective tissue. كذلك نفس الشيء بالنسبة للسباينال كورد، يعني مو فقط البرين حتى السباينال كورد، الأوتر لاير اللي هي عبارة عن الديورا ماتر والميدل لاير اللي هي أريكينويد ماتر واللي تكون ملاصقة للسباينال كورد بالتأكيد راح تكون، واللي تدخل مع الفيشر مثل ما قلنا قبل شوية هذه عبارة عن البايا ماتر. فإذا هاي الثري لايرز أسميها المننجيز، أسميها المننجيز. فالمننجيز هي البروتكتيف لاير which protect the CNS as a connective tissue layers. Connective tissue layers. شوفوا هسه من راح اخذ ال peripheral nervous system حتى ال nerve fiber بال peripheral nervous system also protected by three layers. هسه ناخذهم ولو احنا اخذناهم بالمرحله الاولى بس اتصور قسم اكو احد يتذكر ال protective layer لل nerve، من يتذكرهم؟ ال connective tissue protective layer لل nerve من يتذكرهم؟ دكتور البرينيوريام تذكرون؟ اوكي يا الابينيوريام والبرينيوريام بالاضافه الى الاندونيوريام، بينيوريام والبرينيوريام بالاضافه الى الاندونيوريام. هذه البروتكتيف لاير اوف ذا كونكتيف تيشو which protect the nerve fiber. اما بالنسبه للسي ان اس فراح نسميها المننجيز واللي هي الديورا ماتر والاركينويد ماتر الميدل لاير والانر لاير اللي هي عباره عن البايا ماتر. لاحظوا هذه الديورا ماتر واللي هي تكون عباره عن دنس كونكتيف تيشو لاير، وهذه عندنا الميدل لاير الاركينويد ماتر، وهي اللي تدخل الى الداخل هذه من ضمنها تدخل الى الداخل هي عباره عن البايا ماتر. طبعا هنا عندنا هنا السب اركنويد سبيس من ضمن طبقات طبعا الاركنويد ماتر، عندنا السبيس اللي هو سب اركنويد سبيس سوري سب ديورال سبيس، سب ديورال سبيس اللي هو بلو ذا ديورا ماتر، وعندنا لاير اوف اركنويد، وبعد ذلك تجيني السب اركنويد سبيس اللي موجود بها سيربراسباينال فلود. اذا هنا طبقة أخرى هم أو طبقة أخرى أو ماك أو جزء آخر هم يسوون البروتكتيف للسي إن إس عدا المننجيز هي السيربروسباينال فلود واللي موجود بالسيبركنويد سبيس. فإذا هنا والطبقة الثالثة اللي هي البايا ماتر، والبايا ماتر هي عبارة عن لوس كونكتيف تيشو تتداخل مع السلكس والجيروس أوف ذا سيربرام وكذلك مع الفيشرز اللي موجوده بالسباينال كورد. هذه بالنسبه للمننجيز. قلنا الديورا ماتر عباره عن ريجولار دينس ريجولار كونكتيف تيشو لايرز، دينس كونكتيف تيشو لايرز. الاركينويد ماتر تدخل من اللي هي تشمل لي سب ديورال سبيس بالاضافه الى الاركينويد و سب اركينويد سبيس. ثيرد لاير اللي هي لوس كونكتيف تيشو اللي هي البايوماتر. ها بالنسبه للمننجيز. طبعا هنا بالنسبه تتذكرون بالاسبوع الماضي من اخذنا الدرين الدرين بالنسبه للاكسيزز فلود اللي يصير داخل السي ان اس
راح يصير الادرين بواسطه الاركنويد او سوري بواسطه الكورويد بلكسس، اذا تتذكرون قلنا ما موجود عندنا لمفاتيك كابيلاريز، فاللي موجود عندنا الكورويد بلكسس. الكورويد بلكسس هي اللي راح تقوم بعمل الدرين اوف ذا اكسسز فلويد وذين ذا سي ان اس. طبعا انا داخل الفنتيكلز راح وبالسب اركنويد سبيس راح موجود عندي سيربرو سباينال فلويد بالفنتريكل وبالسباينال كذلك بالكنال او سنترال كنال بالسباينال كور. هذه سيربرو سباينال فلويد موجود، وعندنا هنا طبعا الفنتريكل اذا تتذكرون عندنا سيلز مسؤوله عن كونستريشن اوف ذا فنتريكل والسنترال كنال. من يذكر هاي السيلز سميناها ابندايمال سيل او الابندايمال سيل. فاذا الدرين اوف ذا اكسسز فلويد within the from the CNS راح يصير بواسطه الكورويد بلكسس، راح يصير بواسطه الكورويد بلكسس. هذه سكشن بالكورويد بلكسس كلش واضحه داخل الثيرد فنتريكل او داخل الفنتريكل سوري. هذه سكشن بالفولد اوف ذا سيريبيلم، وهذه الفوق هذه الكورتكس اوف ذا سيريبرم. وهذه السيلز اذا تشوفوا هاي الون لاير اوف ذا سيلز، هذه او حتى هذه عباره عن البندايمال سيلز. البندايمال سيلز اللي قلنا لاين ذا فنتريكل اوف ذا برين وكذلك سنترال كانال بالسباينال كورد. هذا سكشن مكبر بالكورويد بلكسس، وهذه عندي البندايمال سيلز. هذه كلش واضحه البندايما او البندايمال سيلز، وهذا الكورويد بلكسس واللي تكون هي عباره عن بلاد كابيلاريز وسراوندد باي ابندايما او الابندايمال سيلز. هاي بالنسبه للمننجيز، ومن نخلص المننجيز نخلص لذلك السي ان اس ونبدي بالبلفران نيرفوس سيستم. تذكرون بالاسبوع الماضي قلنا المين كومبوننت او الستركتشرز ويتش بريزنتس وذين ذا بلفران نيرفوس سيستم هي نيرف فايبرز. نيرف اهم شيء النيرف فايبرز واللي هي 12 كرانيال نيرفز بالاضافه الى 31 بيرز 12 بيرز طبعا إضافة إلى 31 pairs بالسباينال نيرف. مختصر بسيط يعني كل النيرفز اللي موجودة داخل الجسم بالإيد بالرجل بالأبدومن بالكليتها هي عبارة عن peripheral nerves إما spinal أو cranial nerves. الستركتشر مال هذا النيرف فايبرز هو راح ناخذه إن شاء الله النيرف فايبر، واللي هي شنو النيرف فايبر؟ احنا قلنا النيورون تتكون من السوما والبروسيسز. سوما والبروسيسز، البروسيسز الاكزون من يغادر سي ان اس، الاكزونز طبعا على شكل باندلز من تغادر السي ان اس راح يسوي لي نيرف فايبر، راح يسوي لي نيرف فايبر اذا كانت على بالسباينال كورد نسميها سباينال نيرف، واذا كان بالبريم نسميها الكرينيال نيرفز. إضافة للنيرف فايبر شنو موجود عندنا بالبريفرال نيرفوس سيستم من يتذكر؟ شوان سيل سمباثة الكبار سمباثة الجانجليون. نعم نعم دورسال روت الجانجليا عافية الجانجليا مو فقط الدورسال روت الجانجليا. والجانجليا عرفناها بتعريف بسيط هي accumulation of neurons outside the CNS outside the CNS. السي ان اس نسميها نيوكليوس، بس اوتسايد السي ان اس نسميها الجانجليا. ومن ضمن هذه الجانجليا مثل ما قال قبل شوي زميلكم الدورسال روت جانجليا، اضافه الى الكرانيال جانجليا، اضافه الى الاوتونوميك جانجليا، اضافه الى الاوتونوميك جانجليا اللي هي سمبثيتك والباراسمبثيتك جانجليا. فاذا كل جانجليا هي اجريجيشن اوف نيورونز اوتسايد ذا سي ان اس اذا بالبريفرال نيرفوس سيستم. إذن الجانجليا
او الجانجليونز بالاضافه الى البريفرال نيرف فايبرز بعد شنو نيرف اندينج. نعم نيرف اندينج وياها عارفين نيرف اندينج واللي صار عليه حكي اكثر من يعني حكي بسيط بس نيرف اندينج. نيرف اندينج اللي هي اليوم ناخذها ان شاء الله اللي هي تتمثل بالافرنت نيرف اندينج والافرنت نيرف اندينج. الافرنت او السنسري افرنت نيرف اندينج او السنسري والافرنت نيرف اندينج اللي هي الموتور. السنسري طبعا هنا اللي هي تنقل لنا اللي عازي من البريفرال نيرف سيستم الى سي ان اس الى سي ان اس اندينج تنقل لي الإعاز إذا كان إعاز للبرودة إعاز للحرارة إعاز للألم إعاز لل أي سنسيشن. هذه تنقله من البريفرال نيرفس سيستم أو الإندينج تنقله إلى سي إن إس وبعد ذلك تصير ردة فعل من السي إن إس إلى المسلز. يعني من شخص يتعرض إلى شكل دمبوس رأسا يحرك إيده صح لو لا؟ بالتأكيد صح. من يحرك إيده إذا من اللي يحرك الإيد؟ الموتور. فهاي ردة فعل سي إن إس عن طريق ما يسمى بالموتور نيرف إندينج أو يسموها الإفرنت. إذا أفرنت والإفرنت. فالأفرنت دائما تكون سنسوري الواحد يتعرض للحرارة قوية رأسا يشيل إيده يتعرض إلى ألم يتحرك إيده. يعني إذا هذا ردة الفعل بالحركة هي انعكاس من السي إن إس إلى السكيليتال مسلز لحركة أي جزء من الـ اللي أرسل الإعاز خلينا نقول. فإذا الأفرنت والإفرنت. الأفرنت اللي هي عبارة عن السنسري والإفرنت هي الموتور. والإفرنت هي الموتور. إذن راح نأخذ تركيبة النيرف فايبر وتركيبة الجانجليا بالإضافة إلى تركيبة النيرف إندينج الأفرنت والإفرنت نيرف إندينج. تركيبة النيرف فايبر يمكن هذه هواية حاجين بها بالمرحلة الأولى. وقلنا النيرف فايبر أي نيرف فايبر كالسكياتيك كالأكسيلري كالألنر راديال نيرف فايبر. هذه طبعا انكلوزد باي هسه عددناهم قبل شوية enclosed by three protective layers of connective tissue. وهذه layers outer layers اللي هي surrounded the nerve أو trunk cuticle outer layer which surround the nerve trunk cuticle أسميها epineurium اللي تكون connective tissue surround the bundle أسميها perineurium الباندل الوحده. هذه باندل surrounded by also connective tissue layers اللي هي عباره عن البيري نيوريام. والنيرف فايبر الواحد يعني معناته الاكسون الواحد surrounded also by connective tissue layer او loose connective tissue layer اسميه الاندونيوريام. طبعا هذه كلها عباره عن loose connective tissue layers as a protective layer. طبعا هنا بالاضافه الى البروتكتيف احنا نعرف بانه الكونكتيف تيشو هو نورشمنت للاورجان. يعني اذا هنا يدخل لي البلد فيزلز الى داخل ويسوي له ديستريبيوت داخل الاورجان. يعني باعتبار النيرف فايبر كذلك اورجان هنا. فاذا هنا هم نسوي لنا سبورت ونسوي لنا انسوليشن يعني عزل الفايبر عن الفايبر الاخر. عزل الباندل عن الباندل الاخرى. عزل الفايبر عن الفايبر الاخر. وعزل النيرف فايبر عن السراوندينج تيشو. اذا الاوتر الابينيوريام والاوتر موست ابينيوريام والسراوندد ذا وان باندل اسميها البيرينيوريام واللي سراوندد ذا اكزون اسميها هنا اندونيوريام نيوريوم. لو اجي على تركيبة الفايبر اذا يتكون كل باندل تتكون من عدد من الاكزونز وهاي الاكزون سيبريتد باي كونكتيف تيشو اسميها الاندونيوريوم. عدد من الاكزون هذا طبعا السكشن
يعني بس توضيحي، هذا سكشن توضيحي. هسه راح نوضح شلون يتكون السكشن اذا كان لونجيتودينال واذا كان كروس. طبعا هسه هذا المقطع كروس سكشن، بس اريد اكمل. هنا اذا يجيني هالشكل هذا، اذا هذا مقطع طولي يعني من الاعلى للاسفل، بس اذا يجي بهالشكل هذا مقطع مستعرض، مقطع كروس سكشن، هذا لونجيتودينال سكشن، هذا الاكزم بس وحده هنا كلونجيتودينال سكشن. طبعا بس راح ناخذ شنو الميزات اللي نشوفها باللونجيتودينال سكشن وبالكروس سكشن. لاحظوا هنا، اذا كل بريفرال نيرف باندل سراوندد باي ابينيوريام لاير اوف كونكتيف تيشو سراوندد ذا باندلز، الباندل الوحده سراوندد باي ابينيوريام، والاكزون الواحد surrounded by endoneurium. شنو الاكزون؟ الاكزون هذا طبعا البروسيسز اللي هو خرج من النيورون، واللي طبعا protected by what؟ by myelin sheath. by myelin sheath. يعني اذا هنا الاكزون myelinated nerve fiber protected by myelin sheath. هذا المايلين sheath بالperipheral nervous system formed by any cells من يعرف؟ شوان سيلز. هذه الخلية اللي ماخذ اللون الأزرق هي عبارة عن شوان سيلز. هذه شوان سيلز. طبعاً هنا شوان سيل يعني بعض الأكزونز قد يصل طولها منه يعرف الأكزون، يعني تقريباً أكثر طول يوصل إلى الأكزون تقريباً إيش قد من يعرف؟ متر. واحد متر. هي يعني حتى اكثر من متر، خاصه بالاشخاص الطويلين شويه قد يصل الى اكثر من متر، يعني خاصه باللور ليم قد يصل الى اكثر من متر الاكزن الواحد. فالاكزن هنا بما انه لونج فايبر او لونج بروسيس والبروتكتيف هي شوان سيلز، فاذا الاكزن الواحد يحتاج الى اكثر من عدد كبير جدا من الشوان سيلز، عدد كبير جدا من الشوان سيلز. طبعا هنا السبيس بين تو ادجسنت شوان سيلز او النود بين تو ادجسنت شوان سيلز اسميها الرامبير نود، اسميها الرامبير نود. طبعا هاي الرامبير نود بالكروس سكشن صعب ان تطلع بالكروس سكشن، مستحيل الواحد يشخص الرامبير نود، بس باللونجيتودينال سكشن لا اشوف اكو عندي تخصر بين تو ادجسنت شوان سيلز، هاي باللونجيتودينال سكشن، بس بالكروس سكشن لا ما راح اشوف. بالكروس سكشن هنا اخذنا هنا نشوف بالكروس سكشن، طبعا هذا الكونكتيف تيشو اللي يحيط للباندل، هذا شو اسمه اللي يحيط الباندل؟ بيري اوستن العفو بيري نيوريوم عفوا بيري نيوريوم بيري نيوريوم نسميه البيري نيوريوم. ولو خارج الموضوع من يعرف هذا التركيب شنو؟ بلاد فيزل. ادري بلاد فيزل، ليش انت اخذت بلاد فيزلز؟ بس اخذت انواع البلاد فيزلز ابني. الغاز بزورة هي هاي نيورو بزورة مو بازا بزورة هذه لا مو بازا بزورة ولا نيورو بزورة، هذه بلد بزلز. بس شنو النوع هذا بلد البازا بزورة؟ البازا بزورة هو مو نوع من أنواع البلد بزل. البازا بزورة قد يكون هذا النوع اللي هسه راح نحكي عليه، قد يكون هذا النوع وقد يكون هاي النوع. هذا النوع اللي هسه على المؤشر، اللي على المؤشر هسه شنو هو؟ ارتريول نيوروفازورام. هذا ارتريول، هسه هذا ارتريول. شلون شخصت ارتريول؟ اول شيء نارو لومن، ثاني شيء ريجولار لومن، ثالث شيء بي 3 لاير انتما، والميديا اللي هي عباره عن لايرز اوف سموث مسل فايبرز والادفنتيشيا. اذا هذا ارتريول، من اشوف اللايرز مال سموث مسل فايبرز 1 2 3 لايرز اقول ارتريول. بهذا التركيب اكو هنا سموث مسل فايبرز حوله؟ دكتور ما بي هاي الكابيلاري. اذا هذا اسميه بلاد كابيلاري، هذا اسميه بلاد كابيلاري، هذا اسميه الفينيول، هذا اسميه فينيول. اذا عندي فينيول وهنا
ارتريول، وهنا هذا بلد كابيلاري، هذا خارج موضوع النيرفس سيستم. بس ذولا كلهم بلد فيزلز جيف نيوتريشن لل... يعني احنا قلنا قبل شويه الكونكتيف تيشو اذا كان ايبي واذا كانت بيرينيوريام واذا كانت اندونيوريام، هنا كاري ذا بلد فيزلز، يحمل لي البلد فيزلز ويش جيف نيوتريشن تو ذا نيرف. فعلا من ضمن البلد فيزلز هي عندي ماكو شيء اسمه بالفازوفازورم او بالبلد فيزلز اسمه فازوفازورم، اما ارتري او نيرف او كابيلاري. وانواع الارتريز اما لارج او ميديوم سايز او سمول سايز او ارتريول، ونفس الشيء الفين اما فينيول او ميديوم سايز او خلينا نقول سمول سايز ميديوم سايز او لارج فين. وعندي الكابيلاري، ما عندي شيء اسمه فازوفازورم بالبلد فيزلز. عندي الفازوفازورم هي سمول فيزلز اللي هي اما تكون ارتريول وقد تكون فينيول وقد تكون بلاد كابيلاري جيف نيوتريشن للفيزل، جيف نيوتريشن للفيزل. على العموم نرجع لموضوعنا اللي هو النيورون او النيرف فايبر، سوري نيرف فايبر، هذا كروس سكشن بالنيرف فايبر، كروس سكشن بالنيرف فايبر. كل واحد من دول اللون الاسود اللي هسه ده اشوفها، كل واحد من دول النقطه النقاط هاي اللون الاسود هي عباره عن اكزون، كل واحد من نقطه من هذا اللون الاسود هي عباره عن اكزون. والاكزون سراوندد باي مايلين شيث، الاكزون سراوندد باي مايلين شيث، هذا اللون الابيض حول الاكزون هو المايلين شيث. اذا هسه عندي اكزون واللون الابيض هو المايلين شيث، شنو هذا المايلين شيث؟ اللي هي اكسنتريك لاير مال سيل ممبرين مال شوان سيل. وبما انه السيل ممبرين لاي خليه هي عباره عن ليبيد وبروتين، اذا اكثر شيء ليبيد، فلذلك يطلع هنا بالهيماتوكسين ايوسين يظهر لي بلون فاتح كونه على اساس هذه تركيبته هو ليبيد. فاذا بالوسط الاكزون وسراوندد باي مايلين شيث اللي هو عباره عن اكسنتريك لاير اوف شوان سيل. وهنا هذا اللون الازرق اللي يحيط المايلين شيث هو عباره عن الكونكتيف تيشو، يشبه هذا الكونكتيف تيشو اللي اسميه اندو نيوريام، اسميه اندو نيوريام. طبعا بما انه كونكتيف تيشو فلذلك يحتوي لي على اهم خليه او الفيكس سيلز بالكونكتيف تيشو. من يعرف الفيكس سيلز بالكونكتيف تيشو شو هي خليه؟ الفايبرو بلاست، دائما يحتوي لي على الفايبرو بلاست. فإذا هنا تركيبة النيرف فايبر، طبعا إذا كانت عدد من الباندلز، إذا كانت عدد من الباندلز سراوندد باي كونكتيف تيشو أسميه الإبينيوريام، والفايبر الباندل الوحدة محاطة بكونكتيف تيشو أسميه البيرينيوريام، والأكزن الواحد أو الفايبر الواحد محاط بكونكتيف تيشو أسميه إندونيوريام. فإذا هنا ظاهر عندي البيرينيوريام وظاهر عندي الاندونيوريام. تركيبة الباندل مكونة من عدد من الأكزونز، والأكزون دائما يحاط بالمايلين شيث، والمايلين شيث also separated from adjacent fibers by connective tissue سميتها قبل قليل بالاندونيوريام. اندونيوريام هنا أنا قد ألاحظ هنا نوعا من الخلايا يعني بالكروس سكشن، هسه شوفوا هنا هذه غير صبغه، الوسط هو عباره عن الاكزون ومحاط بالمايلين شيث، والكونكتيف تيشو هنا اسميه الاندو نيوريام، هذا الكونكتيف تيشو اسميه البيري نيوريام. هذا كلش واضح هنا مقطع مكبر بالكروس سكشن. هذا اللي قبل شويه ذكرناه شنو هذا بالوسط؟ الأكزون. هذا اللون الأبيض اللي حول الأكزون مايلين شيث، هذا المايلين شيث يا خلية شوان. إذا شفت نيوكلياس هنا، نيوكلياس داخل هذا اللون الأبيض، إذا هاي النيوكلياس المن تابعة شوان. وكل الفايبر محاط بكونكتيف تيشو اللي سميته الاندونيوريام.
اذا شفت النيوكليوس داخل الكونكتيف تيشو الما نتابعه قبل شوي ذكرت هاني فايبروبلاست الفايبروبلاست طبعا هنا انا لو اجي اميز بين الفايبروبلاست طبعا دائما تكون داركلي ستيند نيوكليوس وموجوده بالاندونيوريام بينما النيوكليوس اوف شوان سيلز تكون لايتلي ستيند ولارج وموجوده within the myelin sheath within the myelin sheath فاذا هذا الكروس سكشن بالنسبه للنيرف فايبر طبعا هنا أنا اقدر اشوف الرامبير نود بالكروس سكشن لو ما اقدر اشوفها طبعا صعب انا اشوف الرامبير نود بالكروس سكشن بس باللونجيتودينال سكشن راح تظهر لي تظهر باللونجيتودينال سكشن هذا كروس لو لونجيتودينال سكشن كروس هذا النيوكليوس المن تابعه فايبروبلاست هذا شنو هذا التركيب اكسون وهذا التركيب مايلين شيت هذا تركيبة النيرف فايبر هذا لونجيتودينال سكشن هذا لونجيتودينال سكشن بنيرف فايبر دائما هذا بالوسط هسه هذا الخط بالوسط المن تابع للاكسون الخط بالوسط تابع المن للاكسون هذا خط هذا خط واضح يعني هنا الواضحات راح اطلع لكم هذا الخط وهذا خط كلش واضح هنا تابعات الاكسون هذا الفراغ الابيض اللي حول الاكسون المايلين شيث وهذا الازرق هو عباره عن الاندونيوريوم الاندونيوريوم شوفوا هاي تخصر بين هاي الخليه وهاي الخليه هذا التخصر سميته قبل شويه سميته نود اوف رامبير عافية او نود اوف رامبير فاذا عندي هذا نود اوف رامبير هذه نود اوف رامبير هذه نود اوف رامبير فاذا هنا باللونجيتودينال سكشن راح تظهر لي عندي تخصر بين تو ادجسنت شوان سيلز وهنا اسميها نود اوف رامبير طبعا باللونجيتودينال سكشن بالتاكيد راح يظهر نفس التراكيب اللي شفتها قبل شويه بالكروس سكشن بس هنا لونجيتودينالي في الوسط اكسون ومحاط بالمايلين شيت اللي هو عباره عن سيلز او اكسنتريك لايرز اوف شوان سيلز سيل ممبرين ومحاطه بالكونكتيف تيشو اللي هو الاندونيوريوم الكونكتيف تيشو اللي يحيط لي الفايبرز او الباندل ككل اقدر اسميه هنا هذا الكونكتيف تيشو اللي يحيط الباندل ككل اقدر اسميه البيري نيوريوم البيري نيوريوم هسه هنا هي مكتوبه امامكم بس يعني هم نفس الشيء هذا بالوسط سمينا قبل شويه الأكسون وهذا اللون الأبيض وهنا هذا اللون الأزرق اللي هو عبارة عن connective tissue which surround the fiber هي عبارة عن الإندو نيوريوم شوفوا هذا النيوكليوس كأنما داخل الأبيض إذا النيوكليوس أوف شوان شوان هنا واضح أكسون مايلين شيت اندو نيوريوم هذه بالنسبه للنيرف فايبر نجي على الجانجليا تعريف بسيط للجانجليا هي اجريجيشن اوف نيورونز اوتسايد ذا سي ان اس اجريجيشن اوف نيورونز اوتسايد ذا سي ان اس اذا هذه عباره عن النيورونز خارج السي ان اس اي نيورو اي تجمع للنيورونز خارج السي ان اس اسميه الجانجليا اسميه الجانجليا واحنا عندنا دورسال رود جانجليا وعندنا اللي مشابهه للكرانيال جانجليا وعندنا الاوتونوميك جانجليا اللي هي سمبثيتك والباراسمبثيتك جانجليا اذا فرق بسيط بين الدورسال رود جانجليا والاوتونوميك جانجليا راح اذكر الفروقات واذكر التشابه التشابه شنو التشابه هذه اسمها دورسال رود جانجليا هاي اسمها اوتونوميك جانجليا اثنيناتهم لو اجي اعرفهم هي عباره عن aggregation of neurons aggregation of neurons outside the cns هذا تشابه بس تركيب اكو اختلاف بالتركيبه الجانجليا بتركيبه النيورونز بالنوع الفايبرز اللي موجود داخل هاي الجانجليا او البوست جانجليونيك فايبرز اللي موجود داخل هاي الجانجليا اذا هنا اكو اختلاف بالنيورون اكو اختلاف بالفايبر نشرح للفرعه بالنسبه للدورسال رود جانجليا دورسال رود جانجليا هي اجريجيشن اوف نيورونز از جروب از جروبس هذا جروب
وهذا جروب آخر وهذا جروب آخر وهذا جروب آخر as groups. هاي الجروبز separated by, شوفوا تفصلهم عن بعض, separated by myelinated nerve fiber, separated by myelinated nerve fiber. إذا هسه إحنا عندنا myelinated nerve fiber وعندنا group مو distribution of cells وإنما لا group of cells. هاي النقطة الأولى group of cells. النقطة الثانية myelinated nerve fiber, myelinated separated by myelinated nerve fiber. النقطة الثالثة لو أجي على ذول النيورونز بالدورسال روت جانجليا as a type of what? pseudo-unipolar neuron as a type of pseudo-unipolar neuron. إذا ما دام هي pseudo-unipolar neurons إذا شكلهم راح يكون regular shape. The process اللي موجود بها one process only, فلذلك راح تكون regular shape. Centrally located nucleus, centrally located nucleus regular shape, centrally in common centrally located nucleus. وطبعا with well developed and high neuron طبعا well developed nucleus with well distinct nucleolus. هاي مع الكل مع كل neurons. وهاي النقاط البنفسجية اللي بالداخل هي عبارة عن نسل bodies, يعني عبارها as a type of neuron. زين إذا هنا as a type of pseudo unipolar neuron in common central located nucleus, regular in shape, شكل groups, بشكل groups, هذا group, group آخر, was separated by myelinated nerve fiber, myelinated nerve fiber. طبعا هنا النيورونز, ما دام اكو نيورونز اذا اكو لازم وياها supporting cells, لازم وياها supporting cells. فإذا حولها حول هذه النيورونز عندنا هذه السيلز اللي تكون بشكل مش تشبه الكبسول على البريفري. هذه النيورونز او السيلز او السبورتنج سيلز اسميها ساتلايت سيلز, اسميها ساتلايت سيلز. إذا اجاني نوع اخر من السبورتنج سيلز بالبريفرال نيرفس سيستم, شو اسمه؟ اسمه ساتلايت سيلز, satellite cells. satellite cells بالدورسال روت جانجليا تكون numerous cells, تكون عددها هواية. دورسال روت جانجليا أول شيء تكون على شكل groups of neuron, type of neuron pseudo unipolar. ما دام pseudo unipolar تكون regular in shape with centrally located nucleus surrounded by numerous satellite cells, numerous satellite cells. The neurons or group of neurons separated by myelinated nerve fiber, separated by myelinated nerve fiber. بالنسبة للأوتونوميك جانجليا, الأوتونوميك جانجليا هنا قلنا بشكل distributed within the parenchyma of the ganglia, مو بشكل group, بشكل distributed within the parenchyma of the ganglia, منتشرة انتشار, و separated by non-myelinated nerve fiber, separated by cells or neurons separated by non-myelinated nerve fiber. In common, nucleus تكون peripherally located in nucleus, nucleus تكون peripherally located in nucleus with a few satellite cells, few satellite cells. يعني هم اكو ساتلايت سيلز, بس اذا اقارنها ويا الدورسال روت جانجليا, سوري, اذا اقارنها ويا اعداد اللي موجوده بالدورسال روت جانجليا هنا تكون عددها قليل. على الغالب تكون هنا السايز اوف نيورونز تقريبا متشابه, السايز متشابه بالنسبه للدورسال روت جانجليا, بالنسبه سوري بالنسبه للسمباثيتك جانجليا. اذا از ا تايب اوف مالتي بولر نيورون, as a type of multipolar neuron. فلذلك من أقول multipolar neuron راح يكون شكلها regular or irregular.
الريجولار. الريجولار. إذن multipolar neurons, irregular, eccentrically-located nucleus in common, a few satellite cells, or separated from each other by non-myelinated nerve fibers. هاي للأوتونوميك جانجليا أو السيمباثيتك جانجليا. هسا هذه dorsal root لو sympathetic. dorsal. النيور وحدها. نعم. dorsal. dorsal. شلون عرفنا dorsal؟ أول شيء. regular بالشيب. regular in shape. central located nucleus. satellite cells واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12. طبعاً هاي satellite cells قسم من الكتب يسميها satellite Schwann cells. إحنا راح نسميها satellite cells حتى نفرقها عن Schwann cells. satellite cells. satellite cells يعني تكون بشكل شلون الساتلايت مدار حول النيورونز. منو نيم ذا ستراكشر ات ذا اند اوف ذا بوينتر؟ من يقدر يجاوبني؟ نسل بادي. نسل باديز. نسل باديز. والنسل باديز يعني صار نقاش حول النسل باديز. النسل باديز هنا الرف اندوبلازميك ريتيكولام از اتيوبيول والرايبوزومز. هنا باللايت مايكروسكوب طبعا ما نقدر نشوفها يعني داخل الخليه الا اذا كان بشكل تجمعات. الا اذا كان بشكل تجمعات من الرف اندوبلازميك ريتيكولم او الرايبوزومز. من يصير بشكل تجمعات يعني هسه هذه مو وحده واثنين وثلاثه، لا، تجمع من الرايبوزومز على الرف اندوبلازميك ريتيكولم. هذا التجمع يصير بشكل جرانيولز. هاي الجرانيولز تاخذ البيزوفيليك ستيننج طبعا نسميها النسل جرانيولز او النسل باديز. نسل باديز. فاذا هي نورمالي بالنسبه للرف اندوبلازميك ريتيكولم ما تظهر باللايت مايكروسكوب بس تظهر بالالكترون مايكروسكوب. بس من تكون على شكل كلامبينج راح نسميها نسل باديز. هاي عاده بسيطه للبيريفيرال نيرف فايبرز. هذه الباندلز او الكونكتيف تيشو اللي يحيط لنا كل الباندلز شو اسميه؟ الابينيوريوم. اللي يحيط لنا الباندلز الوحده البيرينيوريوم. واللي يحيط الفايبر الواحد اسميه الاندو. اذا هذا الاكزون وهذا الفراغ اللي هو المايلين شيف. هذا بريفرال نيرف فايبر. هذا بالسكاننج الكترون مايكروسكوب ويشوف لي البلد فيزلز اللي تدخل. طبعا هذه المايلين شيت، هذه مقطع مكبر بالهاي ماجنيفيكيشن للمايلين شيت. هذه شفناها، شوفوا الشوان سيلز ايش سوت. اكسنتريك لاير حول الاكزون. اكسنتريك لايرز حول الاكزون. فاذا هاي النيوكليوس مال شوان سيلز، بينما هاي النيوكليوس مالت من؟ فايبروبلاست. فايبروبلاست. هذا التركيب هنا انا شو اسميه؟ هذا التركيب شو اسميه؟ اندونيوريوم. اندونيوريوم. عافيه. شنو هذا؟ هذا المايلين شيث وهذا الاكزون. هذا الاكزون وهذا المايلين شيث. المن تابع المايلين شيث؟ هذا تابع الى شوان سيل. جيد. لاحظوا هنا ان هذه الدورسال روت جانجليا اللي موجودة على الدورسال روت اوف سباينال نيرف، واللي هسه اخذناها قلنا عبارة عن سيدو يونيبولر. سيدو يونيبولر. هسه اذا اخذنا النيرف فايبر واخذنا الجانجليا وعرفنا الفرق بين التايب مال الجانجليا اللي هي بين الدورسال روت او خلينا نقول السباينال جانجليا والاوتونوميك جانجليا، باقي عندنا البريفرال نيرف. البريفرال نيرف اندينج او النيرف اندينج، خلينا نقول النيرف اندينج. النيرف اندينج قلنا قبل شويه اما تكون سنسوري. سنسوري او ما تسمى بالافرنت. سنسوري او افرنت. سنسوري او الافرنت اللي توصل لي الإعاز من النيرف اندينج
أو من السينس أورغان إلى CNS إلى CNS. استجابة CNS راح تكون موتور، والموتور وين تنتهي؟ تنتهي بالسكيليتال مصل، تنتهي لي بالسكيليتال مصل. إذا عندي هنا سينسوري أو الأفرنت نيرف إندينج، وعندي الموتور أو اللي يسموها الإفرنت اللي هي واردة منين جاية؟ جاية من CNS إلى السكيليتال مصل، وهنا أنا أسميها الموتور نيرف إندينج أو أسميها الإفرنت نيرف إندينج. الإفرنت دائما موجودة بالسكيلت ويا السكيليتال مصل، ويا المصل فايبرز أو السكيليتال مصل فايبرز، بينما الأفرنت هنا أنا موجودة بالسينس أورغان. ومن ضمن السينس أورغان أكثر شيء هي موجودة بالسكين، أكثر شيء موجودة بالسكين. الأسبوع القادم إحنا راح نأخذ تركيبة السكين، بس من هسه راح فد شيء بسيط عن السكين. السكين لو أجي على السكين، تركيبة السكين، السكين يتكون من إبيثيليا، هاي الإبيثيليا أو أسميها الإبيديرم، أسميها الإبيديرم. وتحت الإبيديرم كونكتيف تيشو أسميها الديرمز، أسميها الديرمز. السكين يتكون من إبيثيليا أسميها الإبيديرم، وبلو ذا إبيثيليال دنس إيريجولار كونكتيف تيشو أسميها طبقة الديرمز، طبقة الديرمز. طبعا هنا داخل الديرمز وداخل حتى الإبيديرم قسم، وقسم لا بالسيرفيس لاير اوف ذا ديرمز، يعني هنا بهالمكان هذا اكو نيرف اندينج. بعدنا نيرف اندينج موجوده بهالمكان هذا اللي هو قريب عن السيرفيس، قريب عن السيرفيس، او نقدر نسميه ديرمال بابيلي، هاي الطبقه قلنا عليها الديرم. هذه البروجكت من الديرم اسميها ديرمال بابيلي، اسميها ديرمال بابيلي. الديرمال بابيلي تكون قريبه جدا على السيرفيس، قريب متداخله ويا الابيديرم، متداخله ويا الابيديرم، فتتواجد بها هنا نيرف اندينج. نيرف اندينج نسميها التاتش كوربسلز، اسميها التاتش كوربسل. اذا اول نيرف اندينج موجوده بالسوبرفيشال لاير اوف ذا سكن، وهذه اللي موجوده بالسوبرفيشال لاير اوف ذا سكن يعني موجوده بالديرمال بابيلي، بالديرمال بابيلي اسميها الميزنرز كوربسلز او اسميها التاتش كوربسلز، وهذه مسؤوله عن التاتش. يعني اي شخص هسه من عندنا يقدر بالتاتش تلمس، فمن نستخدم هنا الكوربسلز هذه. اذا استخدمنا السوبرفيشال لاير اوف ذا سكن، سوبرفيشال لاير اوف ذا سكن. كذلك عندي نون كابسوليتد، نون انكابسوليتد فري نيرف اندينج، هذه موجوده ويا من؟ ويا الابيديرم، ويا الابيديرم. نون انكابسوليتد نيرف اندينج هذه موجوده داخل طبقه الابيديرم، داخل طبقه الابيديرم، وهذه تكون دائما مرتبطه مع خلايا نسميها الميركل سيلز، اسميها الميركل سيلز. اذا هنا ايش صار عندي؟ صار عندي الفري نيرف اندينج داخل الابيديرم، صار عندي ميركل سيلز هم داخل الابيديرم، هم داخل الابيديرم. بالديرمز ايش صار عندي؟ اول وحده اسميها تاتش كوربسلز واللي موجوده داخل الديرمال بابيلي، موجوده داخل الديرمال بابيلي واللي مسؤوله عن التاتش، او اسميها ميزنرز كوربسلز. اكو موجوده بالديب لاير هنا، بالديب لاير اوف ذا سكن اسميها الباسينيان كوربسلز، اسميها الباسينيان كوربسلز. فاذا نشوف هسه تركيبه السكن، هذه طبقه الابيديرم او الابيثيليا، هذه كلها طبقه الابيديرم او الابيثيليا اللي هي عبارة عن كيرات نايس رتيفاي سكواماس ابيثيليا. شو يتواجد بالابيثيليا هنا؟ يتواجد عندي الفري نيرف اندينج، الفري نيرف اندينج، وكذلك الميركل سيلز، وكذلك الميركل سيلز اللي هي حكيت عليها قبل شوية. إذا الميركل سيل والفري نيرف اندينج اللي تكون نون انكابسوليتد اندينج تكون داخل الابيديرم، داخل طبقات الابيديرم. بس من أجي على الديرمز
عندي بالسوبرفيشال لاير للديرمز واللي سميتها قبل شويه ديرما وبابيلي، عندي ما يسمى بالتاتش كوربسلز، تاتش كوربسلز او سميتها الميزنرز كوربسلز. بالديب لاير هنا موجود عندي الباسينيان كوربسلز، عندي الباسينيان كوربسلز. اذا صار عندي الباسينيان كوربسلز موجود بالديب لاير اوف ذا ديرمز، والتاتش كوربسلز موجوده بالسوبرفيشال لاير اوف ذا ديرمز. اما داخل الابيديرم فعندي الفري نيرف اندينج بالاضافه الى الميركل سيلز. الميركل سيلز هنا هذا سكشن كروس سكشن، شلون عرفنا بانه هذا بالديب لاير؟ يعني واحد يقول دكتور هذا شلون عرفت بانه هذا بالديب لاير اوف ذا سكن؟ هذا بالديب لاير اوف ذا سكن ليش؟ لان عندي اني الجلاند اللي هي سميها السويت جلاند، هذه اللي ماخذ لون بنفسجي شويه، السويت جلاند موجوده بالديب لاير اوف ذا سكن. بالديب لاير الجلاند موجوده بالديب لاير، بس الدكت مالتها لا تصعد الى الاعلى، الدكت مالتها توصل الى السيرفس، بس هي كجلاند موجوده بالديب لاير، بالديب لاير اوف ذا ديرمز. فبما انه هذه الجلاند مو الدكت مالتها، اذا موجوده بالديب لاير اوف ذا ديرمز، وتتواجد كذلك عندي اكسنتريك لاير اوف كونكتيف تيشو، وسطها الاند بالب اوف ذا اكسون، وهذه اسمي وسراوندد باي connective tissue layer. إذن encapsulated organ. Encapsulated organ أسميها الباسينيان كوربسل. باسينيان كوربسل. هذه موجودة بدي. وهذه عن شنو مسؤولة؟ مسؤولة عن الديب بريشر. ديب بريشر. أو مسؤولة عن البين. مسؤولة عن الألم. يعني هسه أي شخص من يخلي دمبوس على إيده، بس يخلي الدمبوس على إيده، ما راح يحس بألم. بس يحس بأكو فتشي pointed. فتشي مدبب على الإيد. من استلم هذا اللي عازي شي بوينتد على الايد؟ استلمت تاتش كوربسلز. بس من يضغط بالدمبوس راح يوصل الى الديب لاير اوف ذا سكن. من يضغط بالدمبوس للاسفل راح يوصل الى الديب لاير. منو راح يستلم اللي عازي هنا؟ راح يستلم الباسينيان كوربسلز. فاذا الديب بريشر كوربسلز او الباسينيان كوربسلز موجوده بالديب لاير اوف ذا سكن، بينما التاتش كوربسلز موجوده بالسوبرفيشال لاير اوف ذا ديرمز واللي موجوده داخل الديرمال بابيلي. هذه تركيبة الباسينيان كربسلز. بالمناسبة هنا الباسينيان كربسلز مو فقط موجودة بالسكن، كذلك عندنا بالإنترنال أورغان وخاصة البنكرياس موجودة. فلذلك بعض الأحيان يعني الشخص من يصير برشر داخل الإنترنال أورغان يحس بألم، نغزة ألم. من يستلم هذا الألم؟ يستلم الباسينيان كربسلز. لاحظوا هنا هيا طبقة هسه هذه الإبيثيليا. هيا طبقة الإبيثيليا اللي هي البيزالس والسباينوزم والجرانيولوزم، هذه الطبقة تابعة للكونكتيف تيش اللي تحت الإبيثيليا طبقة الديرمز، وهذه البروجكت اللي سميتها ديرمال بابيلي، اللي سميتها ديرمال بابيلي. هذه الكوربسلز اللي موجودة داخل الديرمال بابيلي واللي تكون كذلك تكون انكابسوليتد، هذه موجودة بالسوبرفيشال لاير اوف ذا سكن، هذه أسميها touch corpuscles أو يسموها Meissner's corpuscles. Meissner's corpuscles هذه كلش واضحة هنا، هذه الكابسول اللي تحيطها، وهنا بشكل spiral ending وsupporting cells موجودة بالdermal papillae، نسميها Meissner's corpuscles أو نسميها touch corpuscles. هنا كلش واضحة هذه التاتش كوربسلز او الميسنر كوربسلز، وهذه طبقه الابيديرم، اذا هي موجوده بالسوبرفيشال لاير اوف ذا سكن، تاتش اور ميسنر كوربسلز. شوفوا هنا هذه مثال للسنسري نيورون، السنسري ابيثيليا او للباي بولر نيورون. باي بولر نيورون هذه بالاولفاكتوري ميوكوزا. إذن هنا هذه النيورون النيوكليوس مالتها دائما تكون بالوسط، وإدها بروسيس للأعلى وبروسيس للأسفل. هذه الأخرى بروسيس للأسفل وبروسيس للأعلى. البروسيس للأعلى راح يتمثل لي بالدندرايت، والبروسيس للأسفل راح يتمثل لي بالأكسون. إذن هي باي بولر نيورون. باي بولر نيورون طبعا هنا بالمناسبة أكو هنا هذه كلها عبارة عن سبورتينج سيلز، نسميها كوليومونر سبورتينج سيلز. فاذا نوع ثالث من السبورتينج سيلز عندنا صار
بالبريفرال نيرفس سيستم هو الكوليومينر سبورتنج سيلز ويتش بريزنس ويذين ذا اولفاكتوري وكذلك التيست باد وكذلك التيست باد. اذا هنا الباي بولر نيورونز دائما تكون سبورتد باي كوليومينر كوليومينر سبورتنج سيلز. اذا هاي باي بولر نيورون هذه الدندرايتس هذه كل شيء هنا ولو اصغر نرجع قبلها. الباي بولر نيورونز بالاولفاكتوري ميوكوزا النيوكليوس مالتها تكون دائما بير ستيننج لها تو بروسيسز واحد يمثل الاكزون والاخر الخارجي يمثل لي الدندرايت. دائما موجوده وياها نيوكليوس اوف سبورتنج سيلز اذا هذه كوليومينر سبورتنج سيلز وهذه السيلز اللي موجوده نسميها بيزل سيلز هذا ناخذها بالتفصيل ان شاء الله بناخذ الاولفاكتوري بناخذ التيست باد. طبعا هذه الباي بولر نيورونز الاكزون مالتهم راح يكون لي هذا النيرف فايبر الاكزون مالتهم راح يكون لي هذا النيرف فايبر اللي هو راح يروح الى سي ان اس راح يروح الى اذا الافرنت نيرف فايبر افرنت نيرف فايبر اللي راح يروح عندي الى سي ان اس. فاذا هذه افرنت نيرف اندينج اللي هي عباره عن سنسوري سيلز اللي موجوده بالاولفاكتوري ابيثيليا. عندنا كذلك بالسكيليتال مسل طبعا هنا أنا بالسكيليتال مسل فايبرز نهايه الفايبرز مع السكيليتال اسميها الموتور اند بليتس الموتور اند بليتس هنا تكون من نوع الموتور نوع الموتور الموتور اند بليت هي استجابه من السي ان اس سوري استجابه من السي ان اس الى السكيليتال مسل فايبرز حتى يعني الشخص من حس بالم من نشك بدمبوس لازم يحرك ايده. فاذا استجابه السي ان اس راح تكون على شكل موتور او نقدر نسميها الافرنت نيرف اندينج الافرنت نيرف اندينج. هاي الافرنت نيرف اندينج تنتهي لي بالسكيليتال مسل فايبرز واللي اسميها الموتور اند بليتس الموتور اند بليتس راح يدخل هنا النيرف فايبر يخترق الابي مايسيوم ويختلق البريمايسيام ويوصل الى الاندومايسيام ومن يوصل الى الاندومايسيام راح ينتهي بداخل او ينتهي مع السكيليتال مسل فايبرز نفس نهايه العصب مع عصب اخر يعني بشكل سينابس وينقل هذه نيورو ترانسميتر سبستنس ينقلها الى المسل للاستجابه لنقل او لاستجابه للايعاز بشكل حركه. هاي اذا الافرنت والافرنت نيرف اندينج بالنسبه للنيرف اندينج اذا كانت سنسوري واذا كانت موتور نيرف اندينج. هاي تقريبا